ان احنا اما نعمل حاجه تبقى حاجه تهدف للمصلحه العامه مش الخاصه. انا ما ينفعش كبدر، انا كبدر لو قلت لي اعمل اكاديميه هقول لك اه، بس هعمل اختبارات، مش اي حد هيخش الاكاديميه. فين بقى الاختبارات؟ هعمل اختبارات للي داخل الاكاديميه. لا تستنى ناس تجي لك ولا توسع الرؤيه؟ انت قلت لي ان في الامارات عندك تيم ورك، بتروحوا المدارس والشوارع، مش هنقول الحواري. هو النادي الاهلي سبقنا في القصه دي، وفي الامارات سبقونا في القصه أنا دي. انا بتكلم كمان باعتباري فرحان بوطن شقيق الحقيقه اصغر مننا عددا. هم عدونا يا كابتن ب100 سنه، دول الخليج عدتنا ب100 سنه، لان هم يعني بيهتموا جدا بالنواحي العلميه والنواحي العمليه. يعني كل نادي ليه مركز في كل زي بيقولوا محافظه، ليه مركز بتاعه بيجيب لعيبته ويمرنهم، وبالتالي كل ده بيصب في مدرسه الكوره، وبالتالي مدرسه الكوره تصب للاكاديميه اللي هو قطاع الناشئين. مش ما بتاخدوش طبعا اسمها ايه اشتراك؟ لا 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 بالعكس، مهتمين جدا في كل حاجه، ملاعب على اعلى مستوى، ادوات على اعلى ولو مستوى. ولو جالك ولد عنده قصور مالي في بيته مش هتساعدوه في درس وكذا؟ هم بصراحه ما عليهمش اخبار في قصه دي يا كابتن عصام، كده ما عندهمش. النادي الاهلي كان عامل كده وانت في القطاع؟ احنا كان بيتعامل معانا كده انا ومحمد السيد وعاطف الاباني، الله الله يرحمه المرحوم العظيم الكابتن مصطفى حسين، الله. لان احنا كنا افقر من زمايلنا اللي كانوا موجودين في النادي. كان جايبنا من المؤسسه العماليه من شبرا، وكان بيدينا بونات كل شهر كل سنه، بون صيفي وبون شتوي.